صح مرات يستفزك يجيك يعني. لا شوف بقولك حاجة. مو يستفزك يعني طريقة. أصلا في شيء أتوقع إنه منعته البلدية أو أمانة الرياض. ألف ريال غرامة. إيه اللي هو إنك تعطي عند الإشارة أو في الأماكن العامة، لكن إحنا نقصد إنه تعاملك معاهم لازم يكون جيد في البيت يعني مثلا خادمة سواق. يعتبر عامل نفس الشيء سبحان الله. يا أخي يعتبر اللي قلت. أول شيء متغرب. صح. جايك من مكان من آخر الدنيا. ممكن تقدر تمد يدك عليه ولا حد يدري، بس يا أخي أنت تحط نفسك مكانه. حنا الحين عايشين غربة 90 يوم وأنت بعيد عن أهلك، تخيل لو يجي أحد من العداد يضربك وأنت ما تقدر تسوي شيء، ما بيتك شيء، أو في بلد غير بلدك يا أخي تضيق هنا وبتنقهر. والرسول حذر من قهر الرجال، تضرب سواق ولا تضرب عامل يمر عندكم في البيت ولا خادمة. أنا أقول لعبود في بداية موضوعنا كنا سولف، قلت مرة كنا رايحين تقضى في رمضان وجبنا لهم اغراض، واحنا قاعدين نشتري انا بيني وبين نفسي قاعد اقول ما راح ينبسطون يعني ايش اغراض، حاجات بسيطه. اقسم بالله يا فرحه الخدامه والسواق ورب الكعبه يمكن اكثر من فرحتي باغراض العيد. هي طبعا نهايه رمضان في العيد فرحانين مبسوطين، انا قاعد اناظر يا الله قاعد انتظر العيد الثاني اللي هو هذا، وسبحان الله ما الله كتب عشان نجيب لهم اشياء جديده، لان فرحتهم ذاك اليوم ما قد شفتها بحياتي. ووصل كل اللي يسمعنا احنا مقبلين على العيد اي بالله، سواء مسلمه غير مسلمه عيد هذا صح، عندك خادمه عندك سواق قسم بيت الله انا اتكلم عن خادمه بعد السواق، الخادمه ذي هي مسلمه تجيب له شاح صلاه حتى لو مو مسلمه لا انا بقول لك المسلم بيعطيك يا غير مسلم لو تجيب له شاح صلاه والله تنبسط. جيب له اللبس هذا حق الخادم اللي يجي نص العيد بعد لا حق العيد اللي يجي بنفس اللي لبسناه بالمطبخ في الشيء الثاني اللي يجي حق الشيف حق الطاولة لا اللي يجي هنا زخارف نفس الثوب هذا بس تطريد اي تطريد اللي يجي شكل وتنبسط. السواق جيب له قميص جيب له جلد ثوب ثوب والله ثوب لا لا هو يحب يصور بفيسبوك لهاله وما ادري وشو وكاب والله يا فرح. اقول لك شيء، المسلم ولا المسلمه العامل اللي يشتغل عندك اجر انك تعطيه، والغير مسلم اجر وبنفس الوقت انك تمثل الاسلام قدامه، فقد يسلم على يدك ويكفيك اجور الدنيا كلها. صح. تخيل انك تعطي خادمه ولا سواق، كم من العوائل اللي انا اعرفهم شخصيا تلقى احسن معاملاتهم ودخلوا الاسلام سببه. يا ولد ايش تبي اجر اكثر من كذا؟ يا اخي ترى فرحتهم انا شوف انا ما اعرف شعور خادمه سواق هذه انا نفسي. ما عندنا طعم لك الا ابطك اشوف عندكم خادمه؟ رجع خدام الله يا ابوي تصفق يعني عندكم شلون تقول ما عندنا؟ ما عندنا ايه اقول لو عندنا بتصفق خل ما عندي لكن يسمع ناس من الشباب من اخويانا وبسام والعيال كلهم يعلمونا يا اخي يقولون فرحتهم غير اي والله فاكيد يعني ان اذا انا فرحه العامل ده عندي كذا فما بالك في خادم ولا في شيء مختلف اختصر كلامك ابو نايم يا ولد تخيل ترقد في شيء مكان مكانك وبعد انا هالك يرد فراشك طلع عمرك مع امك ولا ابوك انا طالب كلام بالله نواف تعبان الولد والله تعبان تعال نواف تعال نواف سولف معي تكفى يا ايش اسمه تكفى سوي زوم عليه والله شكله يضحك طيب تعال اجلس نواف اجلس والله عندنا سالفه نواف تعال اجلس تعال هذا الحين سالفه وش حلو الاهتمام معنا ذكرني على موضوع هذا انه لا جاء الغرفه ولا يحسبه انت يا ريان انت الحين مثلا بالرياض طيب وصارت لك مشكله مع مثلا عم عندك ولا صديقه ولا هوشه صارت لك ها بسام قاعد اقول ريان الحين اهله بالجنوب هو مثلا بالرياض صارت المشكله عم وولد عم تهاوش وطق دق على ابوه بنفس يعني المملكه بنفس المملكه نفس الدوله يبا هذا ضربني وكل شيء ابوك شو يسوي ما يتنرفز ويقدر يجي ولا يحل مشكله باتصال فما بالك بالعامل ولا السواق لا انطق من كفيل واللي عنده رفع الجوال وهلو وين الاف الكيلو هات يا شين بابا هذا كفيل طقان ابوه قسم بيت الله يمكن الليل ثلاث ليلات ما ينام ولا يضربون العمال يا نواف ولا قسم بالله حرام هذه رخامه يا اخوان واللي يضربون الخادمات اللي يشتغلون عندهم هذه ما هي برخامه هذه ضعافه ودناءه ولو اشوفه انا ابى اقطع عليه بصبعي الصغير قسما عظما لا ادق راسه دق والله لا ادق راسه دق والله كوين قسما بالله ليه لانه ضعيف شعر سلطان وشو حاط جيده فضعف خلقه جايك ابو شكل استغفر الله يا رب هذه رخامه يا ريجيب والله اقول تحط لك تحط جيدك ضعيف ما له الا الله تدري قد جاني واحد وقد قد يحكي لي عامل لا انت بروح انا اجيكم شوي انا مودي انا والله اخاف اتخذ اجراء ما هو بكويس ليه؟ ما احب الموضوع يجي كذا ليه لان هذا تثير غضبي وانا ما مداني لا تكبل ما تكبل لا ما راح يكبل ما بكبه في بطني بكبه في بطني
يا ما شاء الله الولد هذا بس يشرب ماوي وياك. مرة حمادي يسولف يقول اسمع صوت خشخش وانا نايم. يقول ناظر ما في احد، فتحت الدرج للنواف داخل الدرج. نواف مصر. طبعا المصدر نواف حمادي. لو افتح بطنه كرشه كرفلكس مع فول مع شكشوكه مع زيتون مع يا اخي نواف صغير يا اخي والله.